الفيديو ده لكل اخواتنا اللي معاهم موتوسيكلات صيني. تعالوا نشوف الموتوسيكل ده كده. ده موتوسيكل هوجن صيني، في مشكله ان هو بيأخر في الدواره ومش عايز يدور. تعالوا نشوف. بصوا البطال تمام وكل حاجه تمام. صاحب الموتوسيكل كشف على البطاريه، كشف على المارش، حل الكربراتير، نظفه، غير بوجو، ظبط التكهات، عمل كل الحاجات اللي في الموتوسيكل اللي هي تتسبب في تاخير الدواره، وطبعا الموتوسيكل مش عايز يدور اهو. والموتوسيكل في شراره، يعني البطال مش شغال، علشان بس الناس هتقول لك البطال شغال والموتوسيكل ما فيهوش شراره. لا، المشكله في حاجه رخمه قوي، وفي ناس كتير بتزهق من العيب ده. تعالوا نشوف. المشكله بتكون في ان الشراره اللي طالعه من بيبه البوجو شراره ضعيفه. بصوا كده، شايفين الشراره؟ بصوا الشراره عامله ازاي. اقرب السلك ناحيه جسم الموتور تجيب شراره، ابعد سنه صغيره ما تجيبش. تعالوا نشوف مع البوجو، شراره ضعيفه جدا، مفيش شراره يعني اهوت ماشي. مشكله تاخير الدواره في الموتوسيكل ده ان الشراره ضعيفه. طيب ايه سبب ضعف الشراره؟ سبب ضعف الشراره ان الملف ده خلاص شكرا بدا يودع. طيب في حل ان احنا نقوي الشراره دي من غير ما نغير الملف؟ اه في حل. ايه الحل؟ ان احنا نغير الالكتروني بتاع الموتوسيكل ده من الكتروني 150 لالكتروني 200. طيب تعالوا نشوف الالكتروني 150. ده الالكتروني 150 اهو. بتحل الالكتروني ده وتجيب الكتروني 200 وتركبه، وبيحتاج تعديل بسيط جدا، هتلاقي الشراره ديت بتاع الموتوسيكل ده بقت شراره قويه. طبعا احنا شفنا الشراره ديت شكلها كان عامل ازاي، كانت شراره ضعيفه. هنركب الالكتروني ال 200 ونوريكم بيركب ازاي، ونرجع نشوف الشراره هيكون شكلها عامل ازاي. ده الالكتروني ال 200 اهو، ده الكتروني جديد. هتروح لاي محل قطع غيار تقول له انا عايز الكتروني 200 مش 150، ده 150. اللي بيركب في الالكتروني ده بتشيل الفيشه ديت، الفيشه المربعه الاربع طرف، بتركبها في الالكتروني ده. شايفين الفيشه الاربع طرف ديت اهي، بتتشال بالطريقه دي كده من الالكتروني القديم ال 150 وتركب في الالكتروني الجديد. وبتشيل الفيشه الثانيه اللي هي ديت الاثنين طرف، بتشيلها تسيب ما تركبهاش في حاجه. طيب بتجيب انت فيشه من عندك تكون فيشه اتنين طرف زي دي كده اهي، بتركبها في الفيشه الثانيه اللي هي المستطيله، في فيشه مربعه وفيشه مستطيله، وبتيجي على الطرف اللي من ناحيه الالكتروني من ناحيه ورا كده، بيكون طرف اسمر فحمه، وتوصله كهرباء مباشر من بعد الكونتاك، كهرباء مباشر من بعد الكونتاك، يعني في طرف كهرباء هنا مباشر من بعد الكونتاك في دايره الرمود، ممكن توصل فيه او توصل في مكنه الفليش. شايفين مكنه الفليشر ديت؟ ممكن توصل فيها. احنا بنوصل بسرعه، لكن احنا هنقطع نوصل في الضفيره مباشر، لكن احنا بنوصل هنا دلوقتي بسرعه علشان نوريكم قوه الشراره هتبقى عامله ازاي. ركبنا الالكتروني 200 اهوت، الالكتروني 150 اهوت بره خالص اهوت. تعالى كده يا باشا، بصوا الشراره كده، هنفتح الكونتاك، بصوا الشراره كده، شايفين الشراره بقت عامله ازاي؟ شايفين الشراره بقت عامله ازاي؟ تعالوا ندور نوصل مع البيجو. بصوا من اول لمسه قوة الشرارة باينة في التصوير. قوة الشرارة. تعالوا اركب لكم الالكتروني القديم تاني عشان اوريكم الفرق ما بين الشرارة بتاع الالكتروني ال 200 والشرارة بتاع الالكتروني ال 150. تعالى كده يا باشا، هنشيل الفيشة الأربعة طرف اهي، نركبها في الالكتروني ال 150 والفيشة التانية الاتنين طرف اهي، نوصلها. تعالوا اما نشوف الشراره بتاعته عامله ايه. دور كده يا باشا، شايفين الشراره بتاعته ضعيفه ازاي؟ كانت تكون ان انت مش شايفها، يعني ضعيفه خالص. دور كده يا باشا، اما نوصل في البوجو مش باينه. تعالوا نوصل ال 200، وصل يا باشا ال 200.
هيوصل الفيشه لاربعه طرف بس. دور كده يا باشا. شايفين الشراره عامله ازاي؟ دور كده يا باشا. شايفين قوه الشراره؟ لو الشراره في الموتوسيكل عندك ضعيفه والموتوسيكل بيأخر في الدواره، ركب الكتروني 200. ده الحل، ده للموتوسيكلات الصيني فقط. اتمنى ان الناس تكون استفادت مننا في الفيديو ده عن تركيب الالكتروني 200. طريقه تركيبه سهل جدا. الفيشه المربعه بتركب زي ما هي، مفيش اي تعديل في السلوك. والفيشه المستطيله اللي هي بتكون اتنين طرف، يدوبك الطرف اللي هو اسمر في احمر توصله في اي طرف كهرباء من بعد الكونتاك. اتمنى الناس تكون استفادت مننا في الفيديو ده، وشكرا.